احنا عم اللي صار امر لا يتخيل عقل ولا منطق، لانه احنا قاعدين سالمين مسالمين في الدار، لا بنطلع ولا بننزل ولا الا اي حركه. يعني ان القضيه مش قضيه عقاب، القضيه قضيه تهجير، القضيه قضيه انت قاعد في دارك ممنوع تقعد في دارك، لازم ترحل على الجنوب. والله ما نرحل، والله ما نرحل، والله ما نرحل. اليوم احنا ضربنا وصوبنا واستشهد ابني ممكن ابني بناتي، لكن والله نرجع على الدار باذن الله ويقصفونا مره ثانيه. بنلاقي الرب سبحانه وتعالى شهداء، ما بنلاقي رب الشاردين. هذا قدر والله، والله لنهم، والله لنتراجع. فليعلم هذا المثل، هذا العبير، بان عزيمتنا اقوى من صواريخهم. والله والله عزيمتنا اقوى من صواريخهم. ان اخذوا ابني او ابن ابني او اخذوا نصي او اخذوني كامل، والله لن اخرج باذن الله، وسابقى صامد بارض رباطه. جزاكم الله خير والف شكر.